رويدا رويدا تعود الأزهار للتفتح في الموصل، تلك المدينة التي عانت طويلا وتحتاج للتعافي. هنا متنزه اليرموك أو حدائق اليرموك كما كانت تسمى، إحدى المشاريع التي أطلقتها الأمم المتحدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي في الجانب الأيمن للموصل، وافتتحتها بمناسبة اليوم العالمي للمدن. يعتبر هذا المشروع الرائد واحد من المشاريع التي تفيد المجتمع المحلي بكافة فئاته، فيستطيع العائلات تستطيع العائلات الشباب أصحاب ذوات ذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من وسائل الترفيه والرياضة في هذا المتنزه الكبير. يأتي المشروع في وقت تزداد الحاجة للمساحات الخضراء والأماكن العامة في المدن العراقية التي تعاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة وموجة الجفاف ونقص المياه. ما يميز هذا المتنزه أنه أنشأ بتقنية صديقة للبيئة وأوجد مساحات خضراء لفئة الشباب والأطفال والنساء، وإن شاء الله يكون هناك متنزهات مشابهة في الجانب الأيمن وكافة أرضية فلاحي وحافة نينوى بإذن الله. توفر حديقة اليرموك في الموصل ملعبا لكرة القدم وملعبين متعددي الأغراض وآخر للأطفال، إضافة لصالة رياضية في الهواء الطلق ومضمارين للجري والدراجات. تم العمل على مراحل ابتدأ ب 2020 وتم انتهاء به هذا اليوم، واليوم نحتفل بافتتاح هذا المتنزه الذي يحتوي على مجموعة من المرافقات الصحية والفسح الخاصة للأطفال، ويوجد هناك مشتل زراعي وألعاب وساحات للجلوس ومكان للترفيه عن خصوص العوائل بشكل عام. عائلة الموصل والمحافظات المنكوبة بشكل عام أضحت بحاجة لهذه المشاريع ومشاريع أخرى تعيد بناء ما تدمر، في ظل تخلي الحكومة في بغداد عن دورها في عمليات الإعمار.